السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في موضوع المتقاعدين وما زال يجوني لي كومنتار على هذا الموضوع الخاص بزيادات المتقاعدين ورفع المعاشات اللي كان عن طريق التثمين السنوي. بالنسبة لمتقاعدي الجيش، أنا كنت قلت أن متقاعدي الجيش معنيين بالزيادات السنوية، وكانت طبقت قبل شهر ماي. في الأشهر الأولى من السنة طبقت الزيادة، هذا هو اللي مازال يكتب لي متقاعدي الجيش مدخلهم والو. بالفعل مدخلهم والو في جوان ولا في ماي، لكن طبقت في الأشهر الأولى على ما أظن جانفي أو فيفري من هذه السنة الزيادات. إذا نكمل لكم فقط هذا بين قوسين، أنهم يجوني لي كومنتار ويقولوا لي بلي ما كاش منها وما زادوا لهمش كامل، لا كانوا زادوا لهم. هنا نكمل بالنسبة لموضوع زيادات المتقاعدين. اللي راهو يقول لي أنه ما دخلتوش الزيادة، يا ما يكونش عنده باللي دخل ملي بدا يتقاضى التقاعد تاعو. راك تشوف باللي اي متقاعد، شوفوا اي متقاعد معني بالتثمين السنوي، انت دار عليك العام ولا اكثر، مثلا تقول لي عندي 3 سنين وانا خلصت تقاعد وما دخلتنيش الزياده نهائيا، يعني لو كان نقولوا ديك الزياده نفرضوا 10 دينار، روحي ريكلامي، روحي شوفي في تكتبي لي انا هنايا ما كاش منها الزياده وعندي 3 سنين وجامي دخلتني الزياده، هنا البروبليم راهو فيك. الا راكي ساكته لحد الان، ومع اني انا نظن انه الكومونتير تاعك ما كاش منه، لانه الزيادات السنويه تمس جميع المتقاعدين باستثناء الفئه اللي ما عندهاش بزاف من خرج التقاعد. انه تجوا في القناه وتكتبوا هذا التعليق على اساس انكم حليتوا المشكل، لا، انا شخصيا لو كان عندي الكهذا تاعك انه عندي 3 سنين وانا نخلص تقاعد، احد التعليقات اللي راني نتكلم عليه، يعني بالفعل جاني القناه ونظن انه بلوكيت هذا الشخص، ماهوش يسمع فيا على بالي، لكن لا باس كاينين هذه الفئات انه يكتب لي من عندي 3 سنين. وحده كتبت لي اني عندي 3 سنين وخلصت تقاعد، جامي دخلتني هذه الزياده السنويه ولا زادوا لي زياده. انا ما نظنش انت ما قاستك زياده سنويه تاع العام الاول، لا الثاني لا الثالث، لا زياده الاستثنائيه، ما قصدك التثمين تاع تخفيض الضريبه، ما قصدك التثمين تاع رفع الحد الادنى لمنح ومعاش التقاعد، ما قصدك حتى تثمين. البروبليم راهو فيك الا ما زدتي ما ريكلاميتيش على حقك. هذه هي نظن اني جاوبت على هذه النوعيه من الاسئله. لي ما يتقيسهمش زيادات هادو اللي دخلوا في جوان، هما فقط اللي مازال ما دارش عليهم عام اللي بداو يخلصوا التقاعد، هادو هما ماشي ما دارش عليهم، كي الحق ماي الحق شهر ماي، هادو هما اللي ما تعنيهمش الزياده. الباقيه روح ريكلامي ولا روح شوف ولا شوف المشكل، ولا ربما انت ما فقتش للزياده كانت بسيطه ولا من الاول ما على بالكش، ربما كاين كل واحد وكيفاه، كل واحد والكا تاعو. هادو هما انا ما عندي ما دخلني في هذا الامر، فقط ننقل المعلومه اني انا اللي دخلت الزياده ولا انا اللي نحيتها، هذه ما كاش منها. يعني احنا فقط نحاولوا نبحثوا على المعلومه ونحطوها. وبالفعل كاين صح فئات قليله كتبت وقالت صح دخلتنا الزياده والحمد لله وكانت لا بأس بها، وكاين اللي قال يعني كانت بسيطة لكن الحمد لله دخلت، وكاين اللي يقولك دخل الرابيل إلى آخره، وتبقى الدور غير هذيك الفئات راكم تكذبوا ما كاش منها، الناس خلصت الزيادة تاعها وانتم قاعدوا تقولوا راكم تكذبوا. هذا هو الجواب تاعي هذه النوعية من التعليقات. لا بأس نكمل التعليقات. اللي راهو يكتب لي أنه تاني هادو نظن أنه شوفوا الفيديو، نقول لكم نظن انه الفيديو راح نتكلم غير على التعليقات السلبيه اللي بقى، باسكو ملي يبقاو يدوروا اللي خلصهم وعجباته الزياده ما يزيدش يضرب طله كامل ويضرب النحو وما يزيدش يهضر. هذا هو عقليه يعني المواطنين بصفه عامه، انه كي تستفاد من حاجه خلاص تهنينا ودينا الزياده تاعها وخلاص. يبقاو يتكلموا شكونهم اللي يقول لك كاينه زياده اخرى، ولا اللي يقول لك الزياده ما عجبتنيش ويبقى يتكلم وريكلامي ويتجرح ويهضر نيمبورت كوا، يعني ما يهمش وشنو، وكل واحد وكيفاه. معليش انا نجاوب عليهم لاني بديت الفيديو، نكمل. اللي راهو يقول لي الزياده قليله الى اخره، تم هاشتاك في حد ذاته قليل، انت علاه راك تخلص 10 ملايين باش تدي مليون زياده، ولا راك تخلص مثلا 5 ملايين باش تدي الزياده 400 ومعاها؟ لا، بطبيعة الحال المعاش، وهذو أغلبيتهم معاشات منقولة، باش نقولهم لكم المعاشات المنقولة ولا المعاشات الضعيفة اللي استفادت العام اللي فات في نفس التوقيت من التثمين الاستثنائي لرفع الحد الأدنى من منح معاشات التقاعد. اللي العام اللي فات تاني كي دخلتهم زيادة لا بأس بها، ضربوا النحو ما بانوش كامل، بانوا هذه الخطرة. حق
أحقية الجميع أنه تكون عندهم الزيادة، لكن ماشي معناتها تبدأ تتكلم وتجرح وتتحدث بحاجة ما عندهاش. أي أنا ما راح نزيد لك الزيادة، ما راح نقصها لك، أنا كاينة معلومة نحطها لك، نعطي لك المعنيين الشروط حسب القانون، حسب ما تم التصريح به، حسب واش كان الجريدة الرسمية، راهم عندنا عقول ونقرأ ونجيب واش كان في الجريدة الرسمية. واش كاين الزيادات؟ انا قلت تثمين سنوي، ابليكيه ليه قوانين التثمين السنوي، انه يبدا بعد عام من اللي تبدا. اللي قال لكم تثمين استثنائي يقول لكم تمس الجميع، هي بالاحرى هي تمس الجميع، لكن تبقى فئه مستثنات، هي بالاحرى طبقوها بنسبة أقصاها 15%. كيف أنت تخلص المعاش تاعك مليون وتحب الزيادة 500,000؟ يا هل ترى قال لك بلي زيادة راح 50%؟ عباك شو معناتها كي تكون تخلص مليون ويزيدوا لك 500؟ معناتها راهم زادوا لك 50%. يا هل ترى سمعت بنسبة 50%؟ يعني احنا قلنا انه الزيادة اللي صدرت هي اقصاها، اقصى زيادة، اكبر زيادة هي 15%. ما كاش مثلا انت راك تخلص مليون ويزيدوا لك الزيادة تاعك 300,000، 300 معناتها ابليكاو لك 30%، ضعف الزيادة. 300 معناتها ابليكا ولك انت ضعف 15%. هذه باينه يعني، وخاصه انا نظن انه اغلبيه الفئات اللي موالفين بالزيادات السنويه دوكا يولي مثلا هذه زياده سنويه مثلا راه تقاضاها عامين ولا 3 سنين، مثلا فرضوا عنده عامين ولا 3 سنين ولا حتى 4 سنين اللي بدا يتقاضى تاعو، والف الزياده السنويه غير تعطي له النسبه يقول لك انا جيني هكذا بخاسك هكذا بخاسك هكذا، لانه على باله كيف تطبق الزياده السنويه. ابليكي هذيك ابليكيها قبل اقتطاع فقط، هذه هي. وجاوبت واحدة قالت لي دخلتني 6%. منين جاتك 6%؟ 6% من اللي راكي تخلصيه في لابوست بالصافي. لا، وحنا قلنا طبقوها من الاقتطاع، من المعاش قبل الاقتطاع. هذه اولا. ثانيا هي زيادات سنوية دونك تطبق على المعاش اللي خرجتو به، هذه نقطة. والنقطة الثالثة ايضا كي تابليكي الاقتطاع، الا كان عندك التيه مثلا تخلصي فوق 3 ملايين يري في بالك بالاقتطاع يكون شوية مليح، ماشي بور ماشي كبير بزاف، لأنه في تطبق على الزيادة ماش تطبق على، راح يكون اللي يرجي سيكوريتي سوسيال. هادو هما راني جاوبت على جميع الأسئلة المليحة وماشي مليحة، التعليقات السلبية والإيجابية. عجباتك عجباتك، ما عجباتكش ما زيدش تتبع القناة وهنينا من هادو التعليقات، لأنه في النهاية حنا نحطو لك لي كونديسيون، نحطو لك هادوك الشروط، المعنيين المقصيين الى اخره. المقصيين شوفوا اللي قصوهم هذا العام ما استفادوش من زياده، العام الجاي يستفادوا من الزياده السنويه، الزياده السنويه يستفادوا منها العام الجاي، ويدخلوا فئات جديده اللي دوكا راهم يخرجوا تقاعد، اللي من دوكا راهم يخرجوا، هادو اللي متى يخرجوا تقاعد، هادو كامل ما يستفادوش العام الجاي، ويزيدوا يدخلوا يكتبوا لنا تعليقات ما استفدناش. رانا قلنا شفتي ما راكيش داخله في هذا الدائره، في هذا الحيز نتاع اللي ماشي معنيين، روحي كاين وكالات للصندوق الوطني التقاعد وريكلامي، ما دخلكش الرابيل، روحي شوفي يفهموك. وجينيرالمون انا ما يكونوش كاينين اخطاء الا في حالات نادره جدا، وما يكونوا اخطاء وتريكلامو عليهم وتتكلموا عليهم يريكليوهم لكم، حياكلوا لكم حقكم. واحد ما ياكل لكم حقكم ما ضاع حق وراءه مطالب. الى اللقاء.